مرحبا بمشتركي سابورانيت. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم تلخيص صغير على قابليه القسم على 6 12 15 بالطبيعه للتلاميذ السنه التاسعه اساسي. اذا باش نبدأ بقابليه القسم على 6. شنو معناتها عدد يقبل القسمه على 6؟ ب ا يقبل القسمه على 6، وقتاش ا يقبل القسمه على 6؟ اذا كان يقبل القسمه على 2 و 3 في نفس الوقت، اذا كان قابلا للقسمه اثنين وثلاثة في نفس الوقت بالطبيعة، فهمنا؟ أما إذا كان قابل للقسمة على اثنين وعلى ثلاثة ليه هو غير قابل للقسمة على ستة. باهي، ناخذ أمثلة. باش نخدم مثلا العدد هذا 134. هل العدد هذا هل هو قابل للقسمة على ستة؟ أول حاجة باش نشوفه هل هو قابل للقسمة على اثنين؟ نعم، على خاطر رقمه أحادي أربعة، أربعة هو زوجي، إذا هو قابل للقسمة على اثنين. قسمة على اثنين، علاش؟ على خاطر أحاده يساوي أربعة، أربعة زوجي. باهي، هل هو قابل للقسمة على ثلاثة؟ يلزمني كيفاش نعرف اللي هو قابل للقسمة على ثلاثة؟ نجمع مجموع أرقامه. عندي أربعة وثلاثة اللي هي سبعة، سبعة مع واحد ثمانية، إذا أربعة مع ثلاثة مع واحد يساوي ثمانية. ثمانية هل هي من مضاعفات ثلاثة؟ لا، إذا ليس قابل للقسمة على ثلاثة، لا يقبل القسمة على ثلاثة. باهي، العدد متاعي هذا يقبل القسمة على اثنين ولا يقبل القسمة على ثلاثة؟ هل هو يقبل القسمة على ستة؟ لا، إذا 134 لا يقبل القسمة على ستة. باش يقبل القسمة على ستة يلزم يقبل القسمة على اثنين وعلى ثلاثة، فهمنا؟ ناخذ مثال آخر، ناخذ مثال العدد هذايا. باهي، أول حاجة هل هو يقبل القسمة على اثنين؟ نعم، على خاطر رقم أحاديه ستة، إذا عندي قابلية القسمة على اثنين متوفرة، هو قابل للقسمة على اثنين. ونحط بطبيعة السبب في الامتحان، نحط علاش قابل للقسمة على اثنين؟ على خاطر أحاده يساوي ستة. باهي، هل هو قابل للقسمة على ثلاثة؟ باش نعمل شنو؟ باش نعمل باش نجمع مجموع أرقامه، إذا ستة مع خمسة مع أربعة مع ثلاثة مع اثنين مع واحد، شنو يساوي هذي؟ عندي ستة وأربعة عشرة وخمسة خمستاش وثلاثة ثمنتاش واثنين عشرين واحدة وعشرين. هل إنه واحدة وعشرين من مضاعفات ثلاثة؟ نعم، إذا هو قابل للقسمة على ثلاثة. إذا قابل للقسمة على ثلاثة وقابل للقسمة على اثنين، الشرطين هذو لازم متوفرين، هل هو قابل للقسمة على ستة؟ نعم، إذا ناخذ الحوصلة متاعي قابل للقسمة على ستة. فهمنا؟ إذا باش يكون العدد نتاعي قابل للقسمة على ستة، لازم يكون على اثنين وثلاثة متوفرين الزوز مبعث. إذا كان قابل للقسمة على اثنين وثلاثة لا، غير قابل للقسمة على ستة، والعكس كيف كيف، إذا كان قابل للقسمة على ثلاثة واثنين لا، غير قابل للقسمة على ستة. عاد النقطة الموالية، قابلية القسمة على 12. إذا باش يكون العدد نتاعي قابل للقسمة على 12، بيه لازم يكون قابل للقسمة في نفس الوقت على ثلاثة وأربعة. إذا أ قابل للقسمة على 12 يلزم يكون في نفس الوقت قابل للقسمة على 3 وعلى 4. باهي، فهمنا؟ إذا ناخذ مثال، ناخذ مثال العدد هذا. هل هو قابل للقسمة على 12؟ إذا أول حاجة شنو لازم نشوف؟ لازم نشوف قابلية القسمة على 3. شنو نعمل؟ نجمع مجموع أرقامه. عندي 6 مع 5 مع 4 مع 3 مع 1، إذا هذوما 15 18 19. هل هو قابل للقسمة على 3؟ لا، إذا هو غير قابل للقسمة على 3. هل إنه نتعدى نشوف قابلية القسمة على 4؟ ما نتعديش، خاطر أنا مع الهدف نتاعي إني نشوف هل هو قابل للقسمة على 12، يلزم الشروط الزوز متوفرين، إذا كان شرط واحد مش متوفر من غير ما نتعدى نشوف الشرط الثاني طول، إذا العدد هذا غير قابل للقسمة على 12. فهمنا؟ هذا المثال الموالي. إذا أول حاجة شنو نعمل؟ لازم نشوف هل العدد هذا قابل للقسمة على ثلاثة ولا لا؟ نجمع مجموع أرقامه، صفر مع ثمانية مع سبعة مع ستة مع خمسة مع أربعة مع ثلاثة مع اثنين مع واحد. إذا نشوف المجموع هل هو من مضاعفات ثلاثة؟ نعم أم لا؟ إذا النتيجة 36، 36 قابل للقسمة على ثلاثة، إذا هذا العدد شبيه قابل للقسمة على ثلاثة. باهي، تو باش نشوف هل هو قابل للقسمة على أربعة، شنو نجي نعمل؟ ناخذ العدد المتكون من الأحاد والعشرات اللي هو 80،
80 هل هو قابل للقسم على 4؟ كي نعمل 80 على 4 شنو باش تجيني النتيجه لهنا؟ باش تجيني 20 والباقي صفر. اذا هنا شنو العدد هذا يشبه؟ قابل للقسم على 4. اذا هو قابل للقسم على 3 وقابل للقسم على 4، اذا هو قابل للقسم على 12. باهي، كان نسيتو كيفاش تعملوا قابلية القسمة على 3 وعلى 4 وعلى 6 وعلى 2، نجمو ترجعوا الفيديوهات صبورانات للتلاميذ سنة 7 أساسي، فما ملخص فيديو فيه ملخص على قابلية القسمة على العدد الكل، فهمنا 2 و 4 و 6 و 3 و 8 ومجموعة من الأعداد الأخرين اللي هما 5 و 25 وحتى 12 و 15 موجودين في الفيديو هذاك، فهمنا هذا عبارة على تذكير. تعدى النقطة الموالية باش نشوف قابلية القسمة على 15. باهي، باش يكون العدد نتاعي قابل للقسمة على 15 شنو يلزمو؟ يلزمو يكون قابل للقسمة في نفس الوقت على 3 و 5، فهمنا؟ علاش؟ على خاطر 15 هي 3 ضارب 5 و 3 و 5 أوليين فيما بينهما. إذا ليكون عدد قابل للقسمة على 15 يلزم يكون هذا العدد قابل للقسمة في نفس الوقت على 3 و 5. نخدمو مثال، عندي العدد هذا نحب نرد قابل للقسمة على 15، إذا أول حاجة شنو يلزم يكون؟ يلزم يكون قابل للقسمة على 5 وعلى 3. شنو معناتها قابل للقسمة على 5؟ معناتها رقم أحاديه يا إما 0 وإلا 5. إذا باش نجي لهنا شنو باش نعمل؟ العدد الأولاني شنو باش يكون عندي؟ باش يكون عندي الأحاد 0 والأحاد 5، هذوما الزوز قابل للقسمة على 5. إذا لهنا عندي رقم المئات واللي مازال مجهول. إذا باش يكون العدد هذا قابل للقسمة على، هو توا قابل للقسمة على 5، بقات لي على 3، نجمع مجموع الأرقام، عندي 0 و 4، 4، 4 و 3، 7، 7 و 2، 9. إذا لهنا رقم المئات قداش نجم نحط؟ نجم نحط 0. العدد هذا شبيه قابل للقسمة على 5 وعلى 3 في نفس الوقت، فهمنا؟ باش ناخذ مثال برك، مانيش باش نكمل، خاطر تو نخدم لكم إن شاء الله سلسلة من التمارينات فيها أمثلة الكل، باهي؟ لهنا شنو عندي؟ قابل القسمة على 5، إذا عندي باش نشوف قابل القسمة على 3، عندي 5 و 4، 9، 9 و 3، 12، 12 و 2، 14، إذا لهنا قداش لازمني نكمل باش يكون قابل القسمة على 3؟ كمل واحد، خاطر 15 تولي قابل القسمة على 3، إذا هو بالمثال هذايا نجمت نطلع زوز أعداد قابل للقسمة، قابلين للقسمة على 15، هذايا قابل للقسمة على 5 و 3، وهذا كيف كيف قابل للقسمة على 5 و 3، إذا العدد هذا قابل للقسمة على 15، والعدد هذا قابل للقسمة على 15، باهي؟ باهي، باش نحكي لكم زادة في الفيديو هذايا على مبرهنة قوس. اذا شنو نعطيكم الساعه النص التيوريم ومن بعد نفسر هيك. ليكن A و B و C اعداد صحيحه طبيعيه بحيث A يقسم الجذاء B في C. A يقسم الجذاء B في C، فهمنا؟ اذا كان A و B اوليين فيما بينهما، A و B أوليين فيما بينهما، بالطبيعة نعرف شو معناتها أوليين فيما بينهما، هذوما الكل شفناهم في سنة 7 أساسي. إذا A و B أوليين فيما بينهما فإن A يقسم C، باهي؟ هذه هي مبرهنة غوس. باهي، نخدمو على مثال، أعطيني هو المثال هذايا، 5 يقسم الجذاء 4 3 A مع 7. باهي، شنو نلاحظ أنا لهنا؟ نلاحظ إنه 5 و 4 أوليين فيما بينهما. علاش أوليين فيما بينهما؟ القاسم المشترك الأكبر اللي بيناتهم قداش؟ واحد، فهمنا؟ خاطر القاسم المشترك الأكبر ما بين 5 و 4 يساوي واحد، إذا هما أوليين فيما بينهما. 5 يقسم الجذاء 4 في 3 A مع 7، و 5 و 4 أوليين فيما بينهما، إذا من هنا شنو نجم نستنتج؟ نجم نستنتج عفوا إنه 5 يقسم 3 A مع 7، إذا 5 يقسم 3 A مع 7، أو طبقت القاعدة A يقسم B في C، إذا 5 يقسم 4 في هذا، A و B أوليين فيما بينهما، 5 و 4 أوليين فيما بينهما، إذا A باش يقسم C اللي هو الجذاء هذا اللي هو 3 A مع 7. باهي، تعدى القاعدة الموالية ليكن A و B و C أعداد صحيحة طبيعية باهي. إذا كان C يقبل القسمة على A، و C يقبل القسمة على B،
ها و أ و ب أوليين فيما بينهما. هذا شنو يعطيني؟ يعطيني انه سي يقبل القسمة على أ في ب. فهمنا؟ هذه باش تفكرنا، تفكرنا بقابلية القسمة على 12 وعلى 15. شو معناتها قابلية القسمة على 12؟ قابلية القسمة على 12 يجب يكون يقبل القسمة في نفس الوقت، إذا على 12 على 3 و 4 هكا ولا؟ شنو عندي أنا؟ عندي 3 و 4 أوليين فيما بينهما، أوينهم أوليين فيما بينهما؟ سي يقبل القسمة، إذا سي اللي هو 12 يقبل القسمة على 3 و 12 يقبل القسمة على 4، إذا 12 يقبل القسمة على 3 في 4. فهمنا؟ إذا بالفيديو هذا يكون عطيتكم بعض يعني بعض النقاط على أنشطة في الحساب. حكينا على مبرهنة جوس، حكينا على قابلية القسمة على 6 و 12 و 15. تابعوني على سبورة نت، إن شاء الله باش نهبط لكم سلسلة من التمارينات اللي باش تعاوننا في فهم الدرس نتاعنا.